وفي الكويت شارك أبناء الجالية المصرية بكثافة، وذلك في اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية. أكد عدد من المشاركين في الاستفتاء أهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية كجزء من ارتباطهم من الوطن، داعين الجميع إلى ضرورة الإدلاء بأصواتهم. زي ما أنتم ملاحظين، منذ بداية الاقتراع صباح اليوم كان في إقبال كبير من الناخبين المصريين في الكويت، وكان في طابور طويل قبل افتتاح اللجنة، ومن المنتظر الساعات القادمة تشهد تزايدا من جانب الناخبين المصريين في الكويت الحريصين على التصويت على التعديلات الدستورية. كان واضح لنا من البداية انه هيكون في حجم اقبال كبير، وده على غرار المناسبات الانتخابية السابقة والتي قامت الجالية بدور كبير في هذه الانتخابات من خلال المشاركة بأعلى نسبة في الانتخابات وأخيرا الانتخابات الرئاسية. جاي علشان خاطر أدلي بصوتي ومارس حقي الوطني في التعديلات الدستورية. أنا جاي عشان خاطر أكمل الدستور، يعني تعديل الدستور لأولادي وأولادك والأحفاد وأحفادك وتكملة اللي بيس للي بيعمله. طبعا لازم أنزل وأشارك ولازم أقول رأيي، سواء نعم أو لا لازم أشارك وأثبت وجودي في أي دولة. بقول له أي واحد مصري لازم تنزل، لازم تثبت وجودك، لازم تنزل وتثبت وجودك. جاي أقول نعم للتعديلات لأن أنا موافقة على السيسي، واثقة في السيسي، يعني أنا في الكويت هنا بس أنا اللي بسمعه عندنا في مصر، يعني من طرق من مصانع من كل شيء. لله الحمد، يعني الأمور ماشية بأمر الله مع الرئيس السيسي، وإن شاء الله الخير هيزيد وهيكون أحسن بأمر الله مع التعديلات الدستورية.